اهلا بالمشاهدين. خلينا يعني ندخل بموضوعنا الرئيسي. حصول الاطفال على وظيفه في عالم السوشيال ميديا صار واقع مع الموجه الحاليه من مؤيدي وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوبرز اللي فعلا صاروا عايشين من خلال ما يقدمون على مختلف المنصات الاجتماعيه. طبعا بحسب دراسه اجرتها جريده ذا سان البريطانيه عام 2018 تقول هذه الدراسه انه 75% من الاطفال ما بين عمر 6 سنوات و17 سنه يريدون ان يصيرون يوتيوبرز. ودراسة أشارت إلى أن واحد من كل 3 أطفال يطمحون أنهم يصيرون يوتيوبرز، واحد من بين 5 من بين كل 5 حابين يصيرون بلوجرز أو فلوجرز، وواحد من 6 يبون يصيرون نجوم أفلام أو مشاهير، وواحد من 7 إلى 9 هذول شو اختاروا؟ اختاروا اختصاص طبيب أو ممرض أو رياضي أو مدرس، وواحد من 5 اختاروا تخصص محامي. فكمجمل عام ما يميز هذه الدراسة بين مستخدمي يوتيوب والبلوجر والفلوجر كخيارات وظائف مهنية يمكن تصنيف الثلاثة جميعهم على أنهم مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أنه أكثر من 50% من جيل الألفية يريدون صنع محتوى على السوشيال ميديا كمهنة معتمدة. والله نتمنى. معنا الدكتور ميس مقيد، أستاذة الصحة والعلوم الحيوية في الجامعة الأمريكية في دبي، وأيضا خلود المالح، مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي وناشطة اجتماعية. حياكم الله. يسعد صباحكم دكتورة ميس ويسعد صباحك خلود. دكتور، خلينا نبتدي معك عن دور الجامعات في تأسيس الطالب والمجتمع. صباح الخير. أهلا. الجامعات مؤسسات ركيزة في المجتمع، نحن واجبنا تأهيل الكوادر وتدريبها أولا لبناء الإنسان وتكوينه، ثانيا لحتى نعطيهم مهارات وقدرات بيحسنوا فيها أنه يدخلوا سوق العمل ويكونوا متميزين ورائدين في مجالات مختلفة يحتاجها المجتمع. مجتمعاتنا متكاملة، نحتاج طبيب والمهندس ورائد الأعمال، ونحتاج تقنيات كثيرة، ونحن واجبنا كجامعات أنه يكون عندنا مساقات نطرحها لحتى نأهل أفراد المجتمع كافة برغباتهم وقدراتهم وننميها، ولكن ننميها على أسس علمي مدروس على، ونعطيهم خبرات داخل التدريس الجامعي والبرامج الجامعية التي نقدمها حتى يكونوا رأسا مؤهلين لسوق العمل. صحيح. خلود، حابين نسألك، أنت بعد ما صرت بلوجر أو مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إيش تغير في حياتك المهنية أو العائلية؟ اللي تغير أول شيء صار تركيزي أكثر في مجال تنظيم المعارض، بما أننا أساساً منظمة معارض. فبعد ما استقلت من وظيفتي وركزت على السوشيال ميديا صار عندي وقت أكثر أني أنا أشوف شغلي في السوشيال ميديا، وكحياة عائلية صار عندي وقت أكثر أني أنا أقعد في البيت مع بناتي وأشوفهم. نعم. في الدوام ما كنت أشوفهم أبداً 24 ساعة في الدوام، الحين في وقت أن تشوفين أهلك وتشتغلين وقت ما تبين تشتغلين، ترتبين الجدول. ممتاز. خلود، يعني بعد ما انتقلتي إلى هذا الاختصاص الجديد أو غيرتي كثير من الأمور الحياتية والمهنية، لو يرجع فيك الزمن، هل كنت تختارين تخصصك اللي درستي فيه في الجامعة؟ أو لو تحدثين عن اختيارك يعني التخصص في الجامعة ومن ثم غيرتي، أنت صرتي بلوجر. أو في الجامعة يعني أنا درست فاينانس. نعم. يعني حسابات. نعم. وحاليا أنا منظمة معارض وبلوجر في نفس الوقت. نعم. فشغل المعارض أتوقع مرتبط مع دراستي الجامعية، وحتى مرتبطة مع خبرتي المهنية. أنا اشتغلت 16 سنة في الموارد البشرية والركروتمنت، فهذا الشيء ساعدني في مجال تنظيم المعارض، ونفس الوقت اللي شاركون معي في المعارض شهرتي ساعدتني أني أنا أروج لشغلهم. يعني أساعدهم أن تساعدين الناس، يساعدون الناس أن يزيد مدخولهم، البيع عندهم يزيد، وشغلهم ينعرف أكثر. دكتورة، التخصصات صار في تغيير آخر 10 سنوات عند يعني الطلاب؟ هل في توجه مثلا الآن احنا قاعدين نشوف كثير من الناس يختصون انهم يكون عملهم من خلال منصات على يعني اونلاين بشكل عام؟ التخصصات اللي العالم تقبل إليها، يعني في سببين ليش يقبل الشخص على تخصص معين، في الرغبة وفي القدرات، في الموهبة معينة بحب ينميها، وفي 2 شو بيطلبوا سوق العمل. فالتخصصات نعم السائدة أكثر فيها مثلا التخصصات الرقمية، الكمبيوتر، داتا ساينسز، الذكاء الاصطناعي، ارتفيشال انتليجنس، كل التخصصات تأهل إلى هيك. لكن مثل ما طرحت أول أنه نحن مجتمع متكامل، دائما بيلزمنا الطبيب، دائما بيلزمنا المهندس، دائما حيلزمنا مدير الأعمال، لكن
اللي اصبح اللي طرأ في التخصصات انه في صار دمج في بعض التخصصات بحيث انك تكون مؤهله اكثر من شيء، والتطبيق والمهارات يعني اصبحنا نسعى مش فقط التخصص التقني، ولكن التقنيات تطورت واصبحت التقنيات الرقميه كثير، فتخلي التكنولوجيا اكثر في ما عاد يعني في نقله كبيره من بس النظري للتطبيقي والعملي، وفي تكنولوجيا دائما داخله فيها. الشغله الثانيه طبعا انه مثل ما قلت صار في مثل ممكن تاخذ تخصصين بنفس الوقت لما بتتخرج بشهاده جامعيه، يعني ممكن تكون طبيب لكن عندك مثلا ماينر في التخصص الدراسات الدوليه، بحيث انه انت اصبحت مثلا طبيب في مثلا حرب تساعد الفيضانات الاخيره، بتعرف كيف تتاقلم مع هيك. مثلا انت درست علوم ولكن بدك تدرس تطبيقات الاداريه الى والتنظيم، فممكن تدرس علوم فيزياء نوويه طب الى اخره، او حتى هندسه لكن تاخذ التطبيق، هذا شيء مهم. ممكن يكون اداره اعمال وقانون في نفس الوقت. نعم. مثل ما تفضلتوا بالاحصائيات انتم واحد من سته، واحد من سبعه، فانتم التعليق مش على الواحد، التعليق على الخمسه والسته اللي بقيوا. نعم. فنحن مجتمع متكامل، مجتمع لا يبنى فقط مثلا على التجاره، لكن التجاره مهمه جدا، هي تبنى على ركائز كثيره وتخصصات كثيره تبني مجتمع متكامل. صح. فالتخصصات اصبحت رقميه تقنيه اكثرها، واصبحنا طبعا لازم ننظر الى المستقبل. يعني اذا بتنظر الوظائف اللي كانت موجوده في 1980 الى الوظائف الان. نعم. ايام 1980 الكمبيوتر مثلا دراسات الكمبيوتر كانت بسيطه، يقولوا شو شاشه والالجوريثم. نعم. وبرمجات. الان اين التكنولوجيا؟ هي الهاتف، الموبايل، التكنولوجيا لمسبار الفضاء. نعم. كل حياتنا اصبحت. نعم. فلازم ننظر الى الامام رؤيه 20 و40 سنه لامام حتى نشوف شو المهارات لازم تكتسب. صحيح. طيب خلود، كل مهنه لها رساله، البلوجر ايش الرساله اللي لازم توجهها لجمهورها؟ رسالة شنو؟ كل مهنة لها رسالة، فإيش الرسالة اللي لازم بلوجر توجهها لجمهورها أو الناس اللي يتابعونها؟ شوفي، أول شيء نحن ما أقدر أجاوب على هالسؤال، أنا بجاوب عن بصفة شخصية عني أنا، أني أنا منظمة معارض وشغلي أني أنا أساعد الناس في شغلهم، ولكن في عنا وايد بلوجرز، في دكاترة طلعوا الحين بلوجرز على السوشيال ميديا. صح. يساعدون الناس أن يتعلمون معلومات. صح. طبية، في ميك اب أرتست يطلعون يعلمونا كيف نحط ميك اب، في كل وحدة الحين في مجالها صار مشهور عشان يعلمونا الأشياء الثانية. وبعدين بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أتوقع الحين دولة الإمارات قاعدة تتجه في كل الدوائر الحكومية للذكاء الاصطناعي، فهو مو بس لسبب السوشيال ميديا، بس هو حتى التطور اللي قاعد يصير في مجال العمل قاعد يحث الطلاب أن لازم يدرسون كل شيء يخص الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. نعم. يعني الآن خلود، لما مثلا أحد أبنائك يقول أنا مثلا بتوجه أني أصير يوتيوبر أوكي. أو مدون، وجهة نظرك؟ يعني ما في مشكلة، بس لازم يكملون دراستهم. أها. ويصيرون يوتيوبر. ليش يعني تطولين عليهم الطريق؟ أطول ليش؟ يعني أحيانا مثلا كثير احنا نشوف مثلا من المؤسسين مواقع التواصل الاجتماعي يمكن ما كملوا دراسة، بس أنا أشوف أن أغلب اللي في التواصل الاجتماعي هم ناس عندهم هدف ويعني ومخلصين الجامعة، أغلبهم. نعم. أغلبهم اللي يعني فعلا معروفين وعندهم متابعين من الناس. نعم. هم ناس عندهم مهنة معينة أو شغلة تخصص. معينة أو تخصص معين. تمام. دكتورة، يعني خلينا بنختم معك، احنا كثير نسمع الأطفال أو الجيل الجديد أنا بصير يوتيوبر، أنا بصير مشهور، يعني هذه كيف يتعاملون مع الأهل معها على اعتبار أنه أنت أكاديمية وممكن عندك بعض الحلول؟ هلا في تنشئ الطفل أو في توجيه اختياراته، مفروض مثل ما تفضلت الأخ نحط الهدف مزبوط. ونعلم الطفل أنه ما لازم دائما هو الموضوع كسب سريع، لا، أنت عم بتأسس شخص من كله مهارة قدرة، وين ما حطيته بأي مجال حطيته عنده المهارات اللي ممكن تستخدمها في أكثر من نطاق. فمثلا المهارات اللي بيكتسبها في النظام التعليمي اللي ممكن يقول عليه تقليدي، ولكن هو المؤسس وله يعني إثباتات علمية، أنه بتعلموا مهارات مثلا النقد السليم. نعم. التفكير السليم، معالجة الأمور والمشاكل، التواصل، يعني هي التواصل الاجتماعي عبارة عن. نعم. وسيلة، وفعلا وسيلة الطالب يعني شخصية. نعم، الطالب فعلا يتعلم هذه المهارات. نحن عندنا برامج تعلمه. صح. حتى عندنا ماجستير في الإبداع والابتكار في. جميل. الإعلام المرئي، فأكيد نحن لازم نكون مطلعين على ما يطلبه الشخص، ما يطلبه المجتمع، وما يطلبه سوق العمل. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة ميسو، شكرا لك. نورتونا.